وحول هذا الموضوع ينضم إلينا أنس تريسي مراسلنا مباشرة من إدلب تحديدا من أريحة عبر الأقمار الصناعية. أنس بداية أهلا بك معنا، يعني ماذا عن الأنباء التي نقلتها الجبهة الوطنية للتحرير عن هدنة بينها وبين تحرير الشام؟ هل من تواصل بين الطرفين لإعادة الهدوء للشمال السوري؟ نعم نغم، يعني على ما يبدو أن هناك مفاوضات من تحت الطاولة تجري ما بين الجبهة الوطنية للتحرير وتحرير الشام من جهة أخرى. طبعا على العلن لم يصدر أي بيانات رسمية من الطرفين حول ما إذا كان هناك مفاوضات حول المناطق المختلف عليها حتى الآن. تحرير الشام تسير في مشروعها، وهو بات واضح تماما هو السيطرة على كامل المناطق التي تخرج عن سيطرتها، أقصد هنا تحديدا المناطق التي هي تحت سيطرة الجبهة الوطنية للتحرير، وتحديدا نتكلم حاليا عن المحور الرئيسي الذي تدور حوله النقاشات أو الاشتباكات المتقطعة، وهي مدينتي أريحة ومعرة النعمان، بالإضافة إلى قرى جبل الزاوية الواصلة ما بين هاتين المدينتين، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي جرت والتي أفضت بسيطرة هيئة تحرير الشام على ريف حماة، وأيضا بعض القرى المطلة على جبل الزاوية، وتحديدا أتكلم هنا عن ترملة وما حولها التي سيطرت عليها هيئة تحرير الشام منذ ما يقارب 48 ساعة، وبذلك يعني تتوسع المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، خاصة بعد سيطرتها على المناطق التي كانت تسيطر عليها حركة نور الدين الزنكي خلال الأسبوع الماضي. جرت اشتباكات عنيفة ما بين الطرفين وأفضت بالمحصلة إلى سيطرة تحرير الشام على مناطق ريف حلب الغربي، وصولا إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني في منطقة عفرين تحديدا التي تسمى يعني منطقة غصن الزيتون. اليوم جرت اشتباكات ما بين الطرفين هنا، وتحديدا أتكلم هنا عن الجيش الوطني الذي هو في منطقة عفرين، وبين هيئة تحرير الشام في محيط بلدة أطمة. سقطت قذائف هاون مصدرها المناطق التي تسيطر عليها الذي يسيطر عليها الجيش الوطني. طبعا بكل تأكيد الجيش الوطني هو الذي قام بإطلاق هذه القذائف، وأيضا كان هناك رشقات متبادلة ما بين تحرير الشام والجيش الوطني في هذه المنطقة. طبعا لم يجري اشتباكات بالمعنى الحقيقي للاشتباكات أو عمل عسكري يقوم به الجيش الوطني. طبعا الجيش الوطني صرح بأنه سيدخل المعركة ضد تحرير الشام. بدورها أيضا الجبهة الوطنية للتحرير صرحت في أكثر من مرة بأنها ستدافع عن المناطق التي تسيطر عليها، وأقصد تحديدا هنا يعني منطقة أو القرى الواقعة ما بين مدينتي أريحة ومعرة النعمان، وأيضا مدينة أريحة ومعرة النعمان. الجبهة الوطنية للتحرير رفعت سواتر، قطعت غالبية الطرق المؤدية إلى هذه المناطق. طبعا يوجد حركة للمدنيين ما بين المناطق التي تسيطر عليها تحرير الشام والمناطق التي تسيطر عليها الجبهة الوطنية للتحرير، ولكن الحركة بسيطة. طبعا بكل تأكيد لأنه من المرجح في أي لحظة اندلاع الاشتباكات ما بين هذين الطرفين، لم يسقط خلال ال 24 ساعة الماضية أي إصابات أو شهداء من المدنيين جراء إطلاق النار العشوائي الذي يحصل كل فترة يعني دعنا بسيطة. ننتقل إلى وضع المفاوضات في معرة النعمان، متقطع في هاتين المنطقتين. أنس، ما وضع المفاوضات في معرة النعمان؟ نعمان ما بين وفد من هيئة تحرير الشام بالإضافة إلى أعضاء سابقين في حكومة الإنقاذ، وعلى الطرف المقابل أيضا وجهاء وأهالي من مدينة معرة النعمان. هذه الجلسة التي تمت لم تفضي إلى اتفاق ما بين الطرفين. تحرير الشام تريد السيطرة مدنيا وعسكريا وأمنيا. طبعا مدنيا نتكلم عن استلام جميع الدوائر الموجودة، الدوائر الحكومية الموجودة في معرة النعمان من قبل حكومة الإنقاذ أو حكومة الإنقاذ أو تسليمها لحكومة الإنقاذ، وفرض سيطرة هيئة تحرير الشام أمنيا وعسكريا على مدينة معرة النعمان. وجهاء مدينة معرة النعمان والوفد الذي التقى بتحرير الشام رفض هذا الأمر جملة وتفصيلا، وتبلور ذلك يعني بمظاهرة خرجت في معرة النعمان رفضت التدخل أو بغي هيئة تحرير الشام على الجبهة الوطنية للتحرير. كما قلت لك يعني الجبهة الوطنية للتحرير بدورها صرحت في أكثر من مرة بأنها ستدافع بشراسة عن هذه المناطق على لسان القائد العام لأحرار الشام، حيث قال بأنها أو وصف تماما هذا المشهد بأنها
بأن الحرب التي تقودها تحرير الشام لن تكون نزهة بمطلق الأحوال في أريحة ومعركة نعمان وجبل الزاوية، وهذا بكل تأكيد يعني بيان واضح بأنهم سيقاتلون حتى النهاية. طبعا إلى الآن لم يصدر أي بيانات من تحرير الشام حول ما إذا كانت تحرير الشام تعتزم يعني إكمال سيطرتها على هذه المناطق، ولكن المجريات على الأرض تشير إلى ذلك، كون تحرير الشام تقوم بتحشيد قواتها. إذن أنس يعني دعنا ننتقل إلى الانفجار الذي حدث بسيارة مفخخة، وأيضا الجبهة الوطنية للتحرير زادت وعززت من تواجدها في هذه المناطق. نعم أنس، ماذا عن الانفجار الذي حدث اليوم بسيارة مفخخة في إدلب؟ ما هي تفاصيله؟ نعم، الانفجار الذي جرى ليس سيارة مفخخة، وإنما هو يعني شيء من المتفجرات ألصق بسيارة تابعة لعسكري، أدى هذا الانفجار إلى بكل تأكيد إلى تدمير هذه السيارة، وأيضا مقتل سائق هذه السيارة وهو عسكري، وأيضا بعض الإصابات بين صفوف المدنيين وأضرار لحقت بالمكان نتيجة هذا الانفجار. لم يردنا أي أنباء حتى الآن عن ارتفاع عدد القتلى، ولكن إلى الآن هو قتيل واحد عسكري وأيضا بعض الإصابات الخفيفة. طبعا يندرج هذا الموضوع ضمن الانفلات الأمني الحاصل بشكل عام في هذه الظروف، خاصة عندما نتكلم عن اقتتال بين الفصائل، فبكل تأكيد الفصائل منشغلة بالاقتتال فيما بينها، ولا يعني تجد الوقت الكافي لضبط الأمن، خاصة يعني يأتي هذا ضمن سيناريو طويل خلال الأشهر الماضية. وخلال العام 2018 بشكل عام جرت الكثير من الحوادث الأمنية بمطلق الأحوال. الفصائل المتواجدة بمحافظة إدلب طالما أنها في حالة حرب وفي حالة نزاع مستمر فيما بينها، فبكل تأكيد لا يوجد أي تنسيق أمني ما بين هذه الفصائل لضبط الأمن داخل المدن أو حتى خارجها، لذلك تنتشر عمليات الخطف والسرقة والابتزاز المالي وما إلى ذلك، وصولا إلى عمليات الاغتيال التي تقوم بها جهات ربما تكون تابعة لمخابرات ميليشيا أسد أو ربما تكون تابعة لتنظيم داعش. نعم، إذن أشكرك على كل هذه المعلومات أنس تريسي، كنت معنا مباشرة من أريحة.